معكم حياة العطار، مسيرة لتعاونيتين في العالم القربي. تعاونية عين السلام للخبازة والحلويات والطبخ والخدمات، صناعة تقليدية، وتعاونية حبيبة كوب الفلاحية بعين الشرقي جامعة الجعيدات قيادة الحد راس العين إقليم الرحمنة. أنا كنت كنخدم في السياحة في ميزون دوت، فالباترون ديالي فرونسي اللي شارك في المسيرة الخضراء ديجا مسيو فيليب لابي اللي شجعني، هو اللي قال لي انت عندك امكانيه تعطي لهاد النساء، لانه كيجيو يخدموا عنده مي ما عارفينش لا لونغ، ما عارفينش حتى الميناج كيفاش يديروا ليه، يعني عالم قروي بامتياز في الاول. فجات الفكره انني نمشي، تقدمت وعطيت المجهودات ديالي واثرت في محاربه الاميه لثلاث سنوات، ودرت ما بعد محاربه الاميه اللي هو الاعداد الحرفي. فلهذا انا عجبني هذاك التشجيع ديال لي فام، عجبني هذاك داك التلاحم اللي بيناتنا، فقررنا اننا نخيو كوبيراتيف. ومن هنا جات الفكره وتخيات لا كوبيراتيف الاولى، ومن بعدها فاش تلقات نجاح نساء اخريات اللي مشاو عند السلطه المحليه وطلبوا باش يديروا تعاونيه وما عارفين والو، فاختاريت انني نكون من المسيرات ديالهم. الحمد لله رحنا في نجاح في نجاح، يعني الا قلنا لي دو كوبيراتيف 60 منخرطه في 60 منخرطه، ولكن كاينين طلبات اكثر. ولكن هذا كي من بعد ما يكون واحد المشروع اللي قائم بداتو بلي ماتيريال باللوكال، اكيد غادي نخدموا اكثر النساء اللي كاينين، كاع اللي كاينين عندنا في المنطقه غادي يخدموا معنا. التعاونية هي صبر، هي جهد، خاصة في العالم القروي. ومن بعد القانون الجديد اللي جا في 2016 كنا لقينا صعوبات في الكرياسيون، من بعد الحمد لله تفتحوا لنا ابواب، اولا تفتحوا لنا ابواب تكوينات، تفتحنا حتى كنا كنشوفوا غير منظور صغير، ولينا كنشوفوا منظور كبير بزاف، يعني ولات عندنا احلام، ولات عندنا، ولكن هذوك الاحلام وهذوك الافاق ما غنوصلوهمش الا ما كناش مأطرين، ما كناش عندنا ما نعطيو، خاصنا نعطيو بجد وبقوه وبصدق، باش حتى الناس اللي تابعينك يكون عندهم واحد المردوديه وواحد المنتوج وواحد الثقه في النفس، وتكون عندهم اش غنقول لك الحياه ديال بصح، ديك الابتسامه اللي كيديروها بديك البساطه جايه من بعد واحد الحزن، واحد المعاناه. حنا هذيك الابتسامه وهذيك المعاناه غادي نحولها لابتسامه وفرح وعمل ومردود اللي غادي يرجع لهم بالنفع ان شاء الله. اكيد هذا الشيء عانينا منه، وخاصه انني من بعد ما قررت انني نمشي في هذا المجال، فعانيتي اولا من رفض ديال الرجال ديال العيالات، الاولاد ديال العيالات. فمن بعدها شوي بشوي، يعني المسير او الرئيس كيكون عنده واحد الدور انه يصبر، ومن بعد هذا الصبر كتشوف ناس نماذج قدامك اللي ديجا عانت من هذا الشيء، كتولي انت كتزيد اكثر، حتى تقول صافي انو لي وهادي، ولكن لا كتحدى. والحمد لله حتى ولاو هما هذوك الشباب وهذوك الرجال هما تيقول لك خدمي معنا ديك السيده ديالنا ولا البنيته ديالنا، بغيناها حتى هي تخدم في الكوبيراتيف او لا في هذا العالم ديال هذا. بارك الله فيك، ميرسي بوكو، ميرسي.